مرت عمي، شو رأيك نبلش نعمل مربى الباذنجان؟ طالما هلا الباذنجانات موجودين فخلينا نعملهم مربى. يلا. فزعتني هيدي، شو عم تعمل؟ ايه هيدي شو عم تعمل سكويسا؟ بيسن شو هيك على الازاز؟ حدا بيسن بطه؟ اشبرت لي بدني. شو هيك مرحومة امي تسن السكينة على قفا دبشة القهوة. ايه دبشة هاي القهوة بتقبل فيها الفنجان. ايه بس هيدي اللي بتقص على قفاها. والله يا ليلى تذبح ذبح. معك حق، بس معقولة هي اللي بتقص الحطب يا مرت عمي الفراعة على ازازة هادي؟ عم ايه رح جيب الباذنجانات انا بلش اقشرهم. بتعرفي امي، بتعرفي امي من شو بيقولوا هيك، من شو بيقولوا هيك، من مساوئ شو بسموها هي هيك بيقولوها عن هذيك. لكن المهم اذا كان شو معك هيدي العصا بتروحي فيها حبس بدي كم شعر. يا لطيف. ليه هذه العصا؟ ليه ممنوع؟ بتعتبروا انه هذه انه للأذى؟ طيب ممنوع يكون عندك هيك خشبه بالسياره؟ طيب والشباب بيعرفوا كل ما عم السياره شايفه فيها عن نفسه. ايه حلو، حطي لي هذه الحديده ما بتصير اخطر. اكيد اخطر مسموحه. ما بيحكي لك ليش. يا الله سبحان الله يا ابني، هيدي بيعرفوها هيدي ما حتقطع انسان اكيد. انه هيدي للحطب وانت اخذتيها بدك تحطبي ما حدا له معي. بس شيلي هاي صوت خطيره كثير بتروعي فيها حبس. صحيح هيدي راحت عن بالنا. هيدي نفس الخبريه اللي بيحمل سكينه هيدي بسموها صوت طقاط او سبع طقاط. ايه ماشي. كمان هيدي اذا بيشوفوها معك يا لطيف في عليها عقوبه. ايه ممنوع بيصادروها بوقفوك دغري. صح بتحولي حبس دغري بشوكي. انه هيدي شو سكينه سبع طقاط يا لطيف شغله كبيره. طيب احملي معك سكينه كثير كبيره، سكينه هذه سكينه مطبخ يعني بدي اقشر فيها بطاطا رح اقبع فيها خشبه رح اقبع فيها سلق فيها هندبه. هيدي انت بيسالوكي لشو بتقولي لهم والله هيدي اخذها على البيت عن جد بدي استعملها. هلا اشتريتها. ايه بيقولوا لك اوكي الله معك. سبحان الله. هول هن الباذنجانات، شايفين حبايب قلبي حجم كل باذنجانة ليكو شو صغار؟ نقيتهم قصد يكونوا صغار بهذا الحجم، فاخذهم وطلعوا القشارة، قشارة البطاطا اللي بنقشر فيها بطاطا ونقشرهم. مرت عمي اتقال. قومي شوفيهم واعطيني رأيك. بدي أذكركم حبايب قلبي إنه أنا ما عندي صفحة على الفيسبوك، ليلى جواد فقط على اليوتيوب، ما عندي ولا بيج ولا أي صفحة على الفيسبوك، والناس اللي عم تطلع تاخد لي فيديوهاتي وتعرضها على الفيسبوك باسمي وتطلب طلبات على اسمي هي مش أنا. إذا ما شفتوا أنا شخصياً عم بحكي لساناً إنه أنا شخصياً طالعة ما تصدقوا هالحكي أبداً. كل حدا عم يطلع على الفيسبوك وعم يطلب مساعدة مالية قصص عم بيجاوبكم باسم ليلى جواد، هي مش انا، ليلى جواد فقط على اليوتيوب. الله اكبر يا ليلى ما شاء الله يخز العين يخز العين. لكن تبع المقدوس ايه واصغر. ايه لهيك ليلى في نوعيه كمان الثانيه طويل بلا معنى هيك صغير طول لونه احمر مثل حبه البلح. احمر مثل حبه البلح. باذنجان باذنجان. ايه هي عم يعملوا كمان للتطلي مع هذا. ايه يعني اثنين منيح. بس في نوعين هذا النوع في بس ده. انا رايي يا مرت عمي انا هداك الباذنجان مره جربته بالحشي هو ما بيجي يعني مثل ما قلتي انت جاي على لونه بوردو من برا. ايه بس هذا اللي بيجي بسموه مكحل هيدا قال. ايه بسموه مكحل. هذا حسيته اطيب للمربى. ما بعرف اذا كان حسيتيه اطيب ما بعرف. بس انا مره كنت بالسوق سوق العطارين. سوق العطارين ما بيعرف سوق العطارين. ايه كل اهل طرابلس مزبوط بيعرف سوق العطارين. هذا ما بتلاقيه برا بتلاقيه هنيك. صحيح. انا مال لفت نظري حجه عم تنقي عم انا بدي اعرف وهيك فضولي اني اعرف. قلت لها يا حجه هذا لقاه يعني معلش لو كان سؤال برب محله. طلعت فيني قالت لي يا بنتي هذا للتطلي. والله قلت لها حجه للتطلي ولا للرز اللحمي؟ قلت لا ليلى اكبر حبه هيك 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 يعني مثل حملتيها بايدك؟ ايه ليكو قديه قديه؟ ايوه ليكي شفتي ما احلى؟ شايفين؟ يعني هيك قصدك يا مرت عمي؟ والله يا ليلى حبه الفيل نصيب قلت لي بنعمله تطلي طيب يقرش قرش. صحيح. انا ضليت بكفيه طريقه بس فكري عن كلام الحجه يعني اكبر مني بالعمل يعني عندها خبره فيه. صحيح. يعني توقفتني اني يا ريت سالتها. يا ولا يهمك هلا بنعملها وبندوقها وبتعطيني رايك. تمام خير ان شاء الله. يلا تمام. يلا بدي اقعد اقشرهم هلا. يلا هلا بنقشر وبنقمع اذا الله راد. شو؟ شو في دي كيف عم تعمل لبسين الكبيرة؟ داعس على الوحل ما هيك؟ لا لبسين الكبيرة موتتها. ايه سلامتك يا طمطم يا مشمش
ولادي بيسموه طنطا. بدي كسرة رح يديك. ما أحلى. مش مش. جبت الكلس كمان يا مرت عمي. وسكاكين وإشارات. نقعد أنا وياكي. بيتقشروا ليلى؟ إيه كله. ما بيتقشر حيز وحيز يا مرت عمي. بيتقشر كله. يعني شايفي الباذنجان المقلي كيف بنحط خط بنترك خط؟ يعني قال بنحط خط بنترك يعني خط. يعني بيشيلوا هذا الطربوش. ايه؟ بيشيلوا هذا القمح. كله كله مرت عمي. طيب امرك ها؟ ايه ما طيب هيك ليش لا المربى ما بيعملوا بيقشروا. بيقشروه على الاخر وبتعرفي انت بينقعوا بالكلس. كيف القرع؟ عم حبيبتي يعني نفس الرائق الكلس تبع القرع هلا بدي اعمل له اياه. انا هلا رح خليه رح خلي مرت عمي تفرجيكم بس وحده عم بتقشرها هيك على الاخر قدامكم بعدين رح اقعد انا وياها نقشره كله. ايوه ايه كله كل القشر لازم نشيله. طيب شفتي هلا شوفي بعد ما ينتقع بالكلس يا مرت عمي كيف القرع كيف مربى القرع اللي عملناه. ايه لا 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 مثل ما هو هيك. مثل ما هو ابدا. ايه شايفين هيك يعني هلا ليكوا الباذنجاني قد ايه قد يلا 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 لقمي لقمي. ايه هيدي لقمي. لا شو هي هيدي هيدي مبسوط هيدي لقمي. مبسوط اني راح اعمل له مربى الباذنجان. هي بتتاكل هي وهيك. لا 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 هي ما بتتاكل هي وهيك. هي بنحطها بالنص فيه. ما في شيء ما بت طيبه هيك عدل. سبق انا وياك انا مقشر التاج والعنقوصه وانت بتبرشها بتحطي شعط انا انت بتصدقيني. نقلنا رغم بعد امرك والله معك نقلنا قعدتنا لتحت هي الزيتونه. انا بدي اسبق لك بتحطي شط انت بتسبقيني. اكيد انا بسبق لك. طلعت مع امك انت ما قلت يعني انا ربحت. ما احلى هالقعده خايده فيكم يعني شفتي ما احلى هالقعده يا مرت عمي عن جد تحت الزيتونه. وحياه الله مرت عمي. انا رايي هلا مباشره نعمل رائق الكلس لبين ما كنا قشرنا الباذنجانات. بيكون رائق الكلس رقد عنا. عم حبيبتي عبي هذا الجاط مي وحطي كلس هيتو. لو كترتي الكلس بده ينكب بالنهاية. ايه طيب والمي ما حتاخدي الا حوشتك يعني. مزبوط. يلا هلا بالنسبة ليالي الكلسات عنده قلال هاد لفرجيكم الكلس. ليكو الكلس هون هذا هو رائق الكلس تفرجيكم اياه. شايفين الرائق الكلس هذا هو الكلس بجلالة قدره. الرائق الكلس حطوا انتوا اذا الكلس عندكم قليل الكمية محدودة حطوا لكل لتر مي ملعقة مليانة جبل من الكلس. فانا رح حط مثل ما قالت مرت عمي رح حط 5 ملاعق. حبيبتي حطي بالنهاية بده ينكب. صح ايوه قوي قلبي. نيه نيه هلا ما راح نكبل شو اسمه المي. لا ما راح نشيل كلس ونصفي المي. لكن بدنا نحره وننطو ليرقد ونحط الباذنجان دغري. ليش ما بنحره من ساعتنا بننطو ليرقد نفس الشيء. ايه بس ما راح نشيل كلس منه وكبه. لا بضل الاخير خلي منقوع بالكلس مع بعضه كله. صحيح. لبكره وبكره بنغسل هذا وبنكب المي. تمام كمان فكرة. عرفتي كيف؟ بكون هيك المي تشبع كثير. صح. صح صح كمان فكرة. تمام شايفين كيف بيصير هيك كأنه حليب كأنه لبن. يلا ما هيك يا مرت عمي كأنه لبن. ما عندك شي حاجة بناية بده ينطرش هيك شوية كيف؟ ايه عن جد هذا الكلس سألونا عنه. بيستعملوه للبناء. هو ايه بيستعملوه للبناء. منين بتجيبوه؟ من المحلات اللي بيبيعوا قصص للبناء. بطون. بطون جفصين. مظبوط. ايه. فدغري مباشرة منحطهم هلأ بقلب الهيدا. هلأ برائق الهيدا بالكلسات رح حط مباشرة الباذنجانات لأنه الباذنجان بياخد لون بيتأكسد. كيف التفاح؟ بيعبق لون. بيعبق لونه بيصير لونه غامق. هلأ هو هيك هيك حيغمق على الغلية ما تعمل. أكيد أكيد ما شاء الله أكيد. ذكرين فيديو الإنجاص مربى الإنجاص بس يغمق بالنار أحسن ما يغمق بالبكتيريا. هيك صح معك حق. مظبوط. فوالله شغل المربى انا عن جد بعتبره شغل ممتع كثير بنبسط انا وعم بعمل المربيات. لا لا حطي باقيين هون. ليلى صافية؟ ماني شايفهم انا. هلا اثنينكم عم تقشروا انا عم مشي ما فيك اللي لحقتوا لي. يا حيفتان عنكم. والله ما شاء الله عليها مرت عمي. يا حيفتان مرت عمي هي باذنجانة؟ هي ما في احلى من هيدا هيك ها؟ هي ربع لقمة. شو عملت حالك تاكليها يعني حطيها. على فكرة إذا بترك هيدي هلا بياكل باذنجان ناي. طيب إله مرة. طيب إيه والله. طيب. والله يا مرت عمي بيقولوا قد ما يكون الصبي الولد الضنى يعني سبحان الله بيقولوا الزلمة رحمة لو كان فحمة.
ليلى حبيبتي. ما شو رايكم بهالمقوله؟ عم حبيبتي الرجال سند، الرجال عمود البيت. صحيح. الرجال حطوه قولوا رب البيت، مش رب البيت معني رب بس معنى ثاني. عمود يعني. نعم. الرجال عمود البيت. لك هو كله هو الأساس، هو السند. يعني هو حائط. هو السند. لا لا. هو الأساس. يعني هو جزء من الحائط. هو الأساس. لا هو السند. هو الرحوم. طبعاً نحن منقول الزلمة رحمي لو كان فحمي، ما معناته يكون فحمي. لا يكون رحيم. رحيم ببنت الناس، رحيم بشريكة حياته، يعني هو مثله بينقال انه الزلمة رحمي لو كان فحمي، بس ما معناته هو يكون فحمي، يكون يعني كيف بيقولوا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني احيانا في رجال سبحان الله يا مرت عمي بيتنمروا عن السوينون، بيقسوا عن السوينون، لانه بتعرفي عمو حبيبتي انت اسمه رجال واسمه مرة، هو عنده هو كل هو عنده الاساس سند، وانت عندك الحنيه والرحمه والشفقه بقلبي، وهو لازم يكون انا بكتابي الرجال هو اساس البيت، اذا مال الرجال البيت ما بقى فيه خلص. من الاخر اللي بتوافقيني الراي انه معظم المشاكل الزوجيه معظمها يعني في 99% سبب خارجي من برات البيت مش من جوا، مش من المراه. هلا اكيد هذا وضعنا اليوم، هذا ظروفنا يعني. صار الرجال عم يجي طالع خلقه معصب شو بشي من برا، من برا صحيح، واوقات من جوا امي، بس يا امي لازم الرجال يكون عنده رحمه. من برا شو قصدك من برا؟ حتى ولو كان مش يعني مش شغال من السوق، مش شغال من برات البيت ولا من البيت. اشخاص قراب من برات حدود البيت مين من كان حدود بيته، يمكن شغله وتخانه هو معلمه هو المدير يعني. هو والمسؤول يعني انا انا فكرت يعني مثلا امه بتوزه اي حدا من امه بتوزه الله يحييني بيرويني بكره، الله يحييني ويفرجيني بعيني. انا ضروري ضروري انا عادي بتحتي هالباب على مصراعيك ضروري بدق الباب بيسمع الجواب. امي معظم المشاكل اللي بشوفها انا سببها هو خارج بيت سور البيت الزوجي، لانه المراه قد ما يكون بتتحمل جوزها الزلمه بيتحمل مرته. أكيد أكيد. بس سبحان الله العوامل الخارجيه على بيتك عم يجيبوا لك مشاكل، بلاهم بلاهم الناس اللي بتروح لعندهم او مثل امك بتجي لعندك بلاها هيك لالا بقى تقول انا قاعده بقلبها تخص عم بحكي من عندي. انا بجي مودي يا ليلى انا بجي لك حلبة عمية بجي لك حلبة عمية ما عندي عم تفتح الباب اللي معقول وما تخفي صدورهم اكبر. الله اعلم يا امي الله اعلم يا امي الله يرضى عليك ويرحمنا عليك. بالنهاية اذا المرأة عقلها كبير الزلمه عقله كبير، صدقوني كمان ما في شيء بيأثر يا امي. الله لا يميز الرجال عن بيته، بتعرفي امي والله لا يميز المرأة عن اولادها يا رب. تعال فتشي بحبشي عن المشاكل اللي بتصير بين الزوجين. ايوه شو بيكون سببها؟ معظمها بيكون سبب مقارنه بين شيء وشيء ثاني، انه ايه انه انا ليش جارتي عندي وانا ما عندها، يعني غيره. ليش جارتي عندها وانا ما عندي؟ غير والمقارنه غيره. ليه مثلا اختي عندها وانا ما عندي؟ ليه سلفتي عندها وانا ما عندي؟ يعني مثلا مثلا مثل بسيط بيكون الزلمه عند صاحبه عرفتي؟ ايه ضيفوا اكل عند مرته، أيوة. صاحبه عندي اكل قام ضيفوا صاحبه، ايوه بيرجع على البيت مقروق. ليه؟ لانه قال ليش مرتي مثلا ليه انت ما بتطبخي لي مثل مرت صاحبي؟ يعني لو ما اكل هيدي الاكله عند صاحب. اصبحنا واصبح الملك لله ما شاء الله الله يبارك. شايفين لون المي كيف؟ هتلاشيل هي التقاله، نحن حطينا هي التقاله عليها امبارحه لحتى يتكبسوا. اوه حجر حجر ليكو، اذا بشيل حبه وبخبطها حجاره بس ليكو لون المي ليكو. شايفين لون المي صاير لونه اخضر مثل على لون الباذنجانات، بس انا بدي اغسلهم كتير 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 منيح. يلا نجيب الطنجره. طنجره؟ ايه بدنا نطبخه فيها دغري. ايه تنشيل منها من هون عليها دغري. يعني ما بجيب مصفيه؟ لا لانه هلا هون بقلبه في كلس مرقط تحت. ايه ليك مثلا كلس. يا ويلي عليك عرفتي كيف؟ بس هذا اكيد انه مرقد بالقاع حجار ليلى حجار حجار. ايه بده يطلع مربي هيدي. نصلي على النبي. بقى بدنا بنشيل هلا اللي فوق وبنغسل شو اسمه بنرجع بنغسله منيح منيح ايه تمام. لك انا رح اروح اجيب الطنجره، بس شوفوا لون المي، شوفوا لون المي هيدي اخضر اخضر اخضر. ايه سبحان الله الكلس شو بيعمل. هي هيدي بس بدنا نطمن قلبهم للمتابعين انه الكلس ما له اضرار. ما لا هلا هو رح يتغسل رح يتغسل كثير منيح. يعني بدنا نغسله نغسله لحتى تصير المي شفافه. هو بظن انا شغله الكلس انه بيمتص الرطوبه من
بيقسي بخليه يقرش. لكو كيف لما خبطها هيدي كأنه حجارة انخبطت. اقتنع هيدي انه بلا طنجرة. هلا خلينا اول شي نصفيهم بالمصفية، نغسلهم اول شي، نشيلهم من هاي المي الكلسية. الحمد لله في عنا حنفية برا يا جماعة، لانه شايفين هذا المي يلي منقوع فيه الباذنجان، هذا هذا المي ما لازم ابدا يقع بالمجلى، لازم ينكب برا. فالحمد لله عنا حنفية برا. رح نصفيهم اول شي بالمصفية، نحطهم بهيدي المصفية على جنب، ونكب الميات بشي زاوية هون على الارض. واذا كنتوا انتوا بشقة ومحتارين هيدا المي وين تروحوا فيه، عبوه بكياس وحطوه بسطلة الزبالة اكرمكم الله، ونزلوه على الحاوية، ما تكبوه بالمجلى ابدا لانه بيسطم لكم المجلى. بس بدنا حطوه بسطل سطل بس او بكبوه بشي محل بشي جنينة بشي تمام كمان معقولة. يلا هيدا المي هلا نحن حنتخلص منه. ذكرني بالكاستر. كاستر ما هيك؟ ما له علاقة بالكاستر. لا انه لونه هيك. ايه. هلا شو بنعمل؟ هلا غسلناهم ل مثل ما بيقولوا صاروا مثل التلج، كل مي تبعهم زلال. هيك المي هاد لشيل شوي، شفت المي مثل التلج. هلا على الطنجره ما هيك هادية؟ هلا على الطنجره. يلا رح جيب الطنجره وجيب السكر. يا رب. وهذا السكر. والطنجره. يلا. هلا بدنا نحكي على كمية الباذنجان وكمية السكر. طالما الباذنجان هو يعد فاكهة، هي هيدي لا يعد فاكهة، يعد خضار. خضار. وطالما الخضار نحن عم نعمله مربى، معناتها رح ياخد سكر أكثر من لما بنعمل مشمش أو فراولة أو هيدي الفواكه اللي بيكون أساسا فيها سكر، عنب. فالباذنجان ما في سكر، مشان هيك كل كيلو باذنجان رح يحتاج لكيلو من السكر. ورح نحتاج كمان لمقص نفتح ال هي رح اجيب لك مقص. يلا. يلا هلا كمية الباذنجانات اللي عنا 4 كيلو، بدنا نحط لهم 4 كيلو سكر. ما حنحط المي هلا دغري هيدي؟ لا لا هي معلقة. نزيد مي. ايه تمام. ما احسن نحملها هي تقيلة. تمام. ولا شو رأيك؟ مثل ما بدك. بدك نعبيها مي؟ انت اللي حتحملها مش انا. هو شان هيك. يلا. والله احلى شيء هذا شو بيسموه هذا يا هيدي؟ هذا اللي قالوا 3 جيران. هيدا؟ ايه. هيدي اداة لها 3 ارجل. ما بنعرف شو اسمه. مستخدم لتعليق القدر فوق النار. بس والله احلى شيء عن جد مريحة. علوة هيك منيح. ايه خلص تمام ممتاز. ايه بيحتاجوا مي كتير، خاصة نحن شغلنا على الحطب، يعني بدنا نحط لهم كمية مي وفيرة. لسه رح نحط مي. ما كافي لنا؟ لا لسه بدهم يهيدي، لأنه حياخدوا غالية خير الله. ما رح ياخدوا يعني قصة نص ساعة وساعة، لا بدهم وقت على النار، لأنه هذا الباذنجان بده وقت ليستوي. فما بالكم الباذنجان اللي أساسا منقوع بالكلس وقسيان مشان يعطينا القرمشة، فبياخد وقت كتير على النار. ونحن شغلنا على الحطب يا جماعة، فالمي دغري بتتبخر ما شاء الله.
شو بحب الشغل على الحطب، شغل الموني، هذا كش الذبابه. عبي كله 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 يا هدي، كله قوي قلبك. ايه ايه ممتاز. تمام يلا هلا بنشعل النار. يلا هلا حبايب قلبي رح نتركهم هيك على النار، على نار جدا عالية، يعني كل ما تدوب الحطبة رح نحط لها حطبة جديدة حتى تضل النار كتير عالية، وبس يغلوا رح يطلعوا هيدا الرغوة يلي بيطلعوش كل المربيات من قشه ومنتخلص منه. وقبل ما يستوي بدنا نحط له حمض الليمون أو ملح الليمون أو عصير الحامض يلي انتم متوفر عندكم يلي بتحبوه. متحمسة دوق مربى الباذنجان، من أطيب أنواع المربيات يا جماعة، صدقاً يلي منو مجربوا جربوه رح يعجبكم كتير. حطيت الغدا برا، قلت خلينا نتغدى قدام هالمنظر الحلو وريحة الحطب يلي بتشح القلب مع ريحة المربى. شايفين لأي مرحلة وصلنا؟ طلعوا شوية رغوة، هذا الريم اللي بيطلع على وش المربى، شلتهم وتخلصت منهم. حبيت فرجيكم هيدي المرحلة يلي وصلنا لها هلا، ما شاء الله الله يبارك. طبعا لسه بدهم وقت منيح، هيك النار تحتها كيف مقوين النار على الاخر. الله يهدو، الله يعطيك العافية. لا أعطيكم أبديت عن عن مربى الباذنجان. شايفين قد ايه زمو؟ قعدوا بكعب الطنجرة بس أكيد لسه ما استووا. لسه ما استووا يا جماعة، لسه بدهم هن بيعيطولنا بس يستووا، لسه ما عيطولنا. ومنروح ومنجي منو تحتهم. النار مش عالية عالية كتير، يعني إذا كنتوا عم تعملوه على الغاز لا وسط، بس مش خفيفة أبدا. ما شاء الله ريحتهم غير شكل، سبحان الله كل مربى له ريحة شكل. أنا بحب المربيات ما نحط لها نكهات، بحب المربى يضل على طعمته، نستمتع بطعمته. سامعين صوت العصافير؟ سبحان الله. تعال فرجيكم المربى وين وصل معنا. طبعا انا بروح بجي بكبس. هلا صار وقت اني اضيف الحامض، عصير الحامض. فيكم تضيفوا ملح الليمون كمان بيصير، بس عصير الحامض انا بفضله اكتر صحي اكتر. ما شاء الله لانه هني كميتهم 4 كيلو رح اضيف لهم عصير حامضة. بحركهم هيك، الحامض دايما منضيفه بآخر مرحلة. هلا هن وعم يغلوا الحامض بيتوزع على كل الطنجرة. شايفين حبايب قلبي؟ تفرجيكم باذنجاني هيك عن قريب. سبحان الله على صوت هالعصافير. هيدي قد الساعة هلا؟ الساعة هلا 8. ساعة 8. كم ساعة ضلوا على النار؟ والله ضلوا شي 10 ساعات. والله طبقوا العشر ساعات، طلعنا حبة هلا تنشوف استوائها وبنحكم، بنشوف إذا استوت ولا لا. شوفي هيدي. هلا يلي عامل مربى الباذنجان بيعرف إنه هو بياخد وقت على النار. لا تقطع لي لا.
عمل معناتها خلص كفايتهم. ايه عقد. اها شايفين الخط لما عم نعمله بالنص هذا الخط ما عم يرجع، شايفين ما عم يرجع. هيدي بس افتح لنا الباذنجاني اذا بتريد بالمعلقه، بالمعلقه ما تحترق. هلا طلعت الله، لا مبين 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 بدون ما ادوق. بس فرجيني قلبها هيك نار، ليك الدخنة. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. على فكرة نحن مين يعني انا وهيدي انغرمنا بشيء اسمه مربى الباذنجان. فهلا هيدي بس يبرد قطعة لك قطعة لي. انا نص وانتي نص. انا نص وانت نص. ليك الدنيا كيف عتمت الدنيا. سبحان الله وقت الغروب. سمعين صوت الضفادع؟ صوت الطبيعة مع ريحة الحطب. شوفي أحلى من هيك حدا يقلي ريحة الحطب لحلى حكاية. بدها هلأ فنجان قهوة قبل ما نطفي الحطبات، من بعد ما ننزل الطنجرة بدي أعملي فنجان قهوة على هالحطبات. وبالنسبة لمرت عمي حبيبة قلبي، مرت عمي أكيد يعني فلت من مبارحة، نحنا نقعناه هون وهي من عشية سهرت عنا وفلت، فأكيد هلأ بس بدهم يبردوا المربيات رح عبي لها مرطبان، أو ما بعرف شو بتسموه أنتم، مرطبان أطرميز. أكيد رح أحسب حسابها حبيبة قلبي. مرت عمي كتير حبت مربى الباذنجان، مرة دقيته وقال في حدا من أهلنا من سوريا جاب لها كادو مربى الباذنجان أطرميز، فكتير حبت طعمته، فأكيد رح أحسب حسابها. يا هادي حبيبة قلبي غير مرت عمي عروس القائمة، الباقيين ما بيأثر من دوق ندوق. ما في حدا عارف انه عم تعمل مربى باذنجان الا وقال شيلي لي حصتي على جنب. مندوق الكل، مندوق الكل، بالعكس الله بيدب البركة، والله الله بيدب البركة، انا بآمن بهالشي. على فكرة هيدي أكل النص تاعه، خليني دوق النص تاعي، عم قول لهم هيدي أكل النص تاعه، باقي النص تاعي، خليني دوقه، بسم الله، بس بعدها سخنة شوي. إذا بدك بساعدك بساعدك؟ لا ميرسي. الله مشبعين بنكهة الحطب. يا جماعة يلي منا مجرب مربى الباذنجان، نصيحة جربوا، رائع، أكثر من رائع. دخلت الطنجرة لهون على المطبخ وحطيتها على الغاز، غطيتها بهيدي الشاشة مثل ما شايفين مشان ما يجي عليها غبرة حشرة شي شغلة، مشان تضلها بالأمان. تركتها لحتى تبرد تماما. تعالوا فرجيكم قلبها. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، منظرهم بشهي القلب. بدي ميل لكم الطنجرة هيك شوي على جنب لتشوفوا نسبة القطر يلي فيه قدي. هذا من بعد ما برد 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 على الآخر، شايفين قوامه كمان كيف؟ الله يبارك. عن جد يا جماعة ريحتهم وطعمتهم، طبعا احنا دقنا منهم مثل ما شفتوا، ودقنا منهم من بعد ما بردوا كمان، غير شكل. سبحان الله كل نوع من انواع المربيات الى طعمتها الخاصة فيها. مجهزة انا عندي هون قطرميز رح عبيهم فيه، وطبعا رح شل حصتها لحماتي حبيبة قلبي. رح شوف هلا انا كيف بدي اعبيه لها لمرت عمي بتبر ورق زاز، ورح اعبي الباقيين بالقطرميز عندي هون. اهم شيء المرطبان يكون مغسل منيح ومعقم ويكون جاف تماما، والملعقه يلي بدنا نستخدمها بقلب الباذنجانات دائما كل انواع المربيات الملعقه بدها تكون جافه تماما. طبعا حبايبي الغاليين انتو بسلامة معرفتكن، بس انا هلا ما بذكر هيدي الملاحظات بذكرها مشان البنوتات الصغار او شي عروس جديدة عبالها تجرب شي وصفة من هالوصفات، مشان حرام يعني تكلفت وتعبت وتعذبت وعملت مشان ما يخربوا معها بالاخر. نحنا بدنا مونة تضل عنا الشتوية كلها. شوفوا شوفوا كيف الحبة هيك بتحسوها مقرمشة، ليش؟ لأنه نقعناها بالكلس. شايفين؟ ما بعرف إذا وصل لكم الإحساس هاد الشيء الوحدة ليكم تحسوها الحبة قاسية. ما شاء الله بكرة بأيام الشتوية بس نستحلى الحلو
نطلع لنا حبة باذنجان من قلب هالقطرميز، هي أو مربى القرع أو مربى الانجاص المحشي جوز، كله بشهي يا جماعة، كله طعمته طيبة سبحان الله. كل نوع من أنواع المربيات إلى نكهتها لك. وكيف ما بحركها أنا بقوي قلبي، ليش؟ لأنه واثقة أنه هني ما حيتخبصوا، أنه هني شبعوا غلي وأخذوا كفايتهم من الغلي ومن القطر. مثل ما ذكرت لكم، كل كيلو من الباذنجان، لأنه الباذنجان أكيد منه حلو، بده كيلو من السكر، وبدكم تطولوا بالكم عليه بالغلي قدر الإمكان. بده ياخد غلي يا جماعة، بياخد غلي لحتى توصلوا لهذا القوام تماما. شايفين كيف مجعلك؟ بتحسوا كأنه خافس لجوا. وهي هي كل الكمية حبيبي بقلبي. بيني وبينكم عم فكر اخذ للقطرميز هيدا مثل ما هو لمرت عمي، تنبسط فيه كتير على كتر ما انه طيبين ما بينشبع منهم، وارجع انا اجيب باذنجان مرة تانية واعمل لقلي. والله عم فكر اخذ لهيدا القطرميز هيك مثل ما هو، احلى كادو. لكن يا حبيب قلبي، مع وصفتي اللذيذة لليوم أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا وتجربوه وتكونوا استفدتوا. أهم شيء إذا بتطلعوا من الفيديو بمعلومة واحدة، أكيد أنا رح كون رضيانة، وهذا الشيء اللي أنا بدي إياه. آخر شيء بدي أقول إني بحبكم كتير، وملتقي معكم عبكرة بإذن الله بنفس التوقيت. باي.